ولمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف المهندس حازم الإصمادي، مساعد الأمين العام للتسويق والجودة في وزارة الزراعة. أهلا بك مهندس حازم. بداية، كيف توفق الوزارة بين حماية المنتج المحلي وبين عدم استغلال تلك الحماية لرفع الأسعار بشكل كبير على المستهلكين؟ مساء الخير أستاذ مهند، لك ولجميع الأخوة المتابعين لمجموعة رؤية الإخبارية، وأنا بدي أشكرك على اهتمامك بهذا الشأن الزراعي المهم، بموضوع اللي له علاقة بالقطاع الزراعي بصورة مهمة. احنا دائما في وزارة الزراعة بنعتمد على أنه بنعمل رزنامة تأشيرية لمواعيد الاستيراد، وبنحدد شو هي المنتجات اللي احنا بدنا نحميها من الإغراق أو من الاستيراد المنتجات الزراعية، وفق لمعرفتنا الحقيقة بالكميات المتوقعة للإنتاج، بمواعيد إنتاجنا المتغيرة حسب الظروف الجوية، وبالتالي احنا دائما حريصين انه تكون هذه الرزنامة تعد بالتنسيق مع ممثلين القطاع الخاص ومع مؤسسات المجتمع المدني واتحاد المزارعين والجمعيات الزراعية، وبنعلن دائما من البداية متى هو الموعد المناسب لفتح هذا المنتج أو إغلاقه أو السماح باستيراده. نعم باشمهندس، يعني كيف تتم حماية المنتج المحلي، يعني وعدم يعني حماية وضمان عدم استغلال هذه الحماية في رفع الأسعار؟ يعني احنا دائما بنسعى لما نكون عارفين احنا الكميات اللي بدها تستورد او يعني المواعيد انتاجنا، دائما بنكون نسعى انه ما يتم تداخل ما بين مواسم الانتاج ومواسم الاستيراد. يمكن انت تابعت ما تم تناقله اليوم. صحيح. على موضوع الكاكا، احنا كنا من البداية مدركين تماما انه قبل 10/10 لن يكون لدينا انتاج من الكاكا في الاردن، وبالتالي من بداية العام قلنا 1/10 هو اخر موعد لفتح باب الاستيراد، اوقفنا رخصنا من 30/8، تأكدنا من انه ارقامنا سليمة وبياناتنا دقيقة، لانه كانت الكمية اللي وردت للاسواق من الكاكا خلال شهر 9 ما تجاوزت 18 طن من الانتاج المحلي، 50 طن من الانتاج المحلي، كان عندنا كمية مستوردة وصلت ل 18 طن، لاحظنا انه في ارتفاع بالاسعار لانه الكميات المعروضة قليلة، وبالتالي احنا بالوزارة متابعين بصورة مستمرة خلال الاسبوعين القادمين، اذا استمرت الكميات بالانخفاض والسعر بالارتفاع اكيد راح يكون لنا قرار بان نفتح باب الاستيراد. جميل. طيب مهندس حازم، يعني بما يتعلق تحديدا بفاكهة الكاكا، يعني هل باب الاستيراد الان مفتوح ام تم اغلاقه؟ لا طبعا، كان اخر موعد للدخول هو يوم الخميس اللي هو بالامس. نعم، واوقف الاستيراد. واوقف الاستيراد بالكامل. وما زالت الاسعار في السوق مرتفعة. ما زالت حد اليوم مرتفعة، ولكن احنا بنعتقد مع بداية 10 انه ينشط الانتاج المحلي ويزداد الانتاج، فاحنا يعني بنعمل يعني حريصين على حماية المنتج المحلي لصالح المزارعين وفق اولوية ورؤية واضحة عندنا في الوزارة، الا انه كذلك حاجة في الاسواق من هذه المنتجات، ومعدل الاسعار بالنسبة لنا محط اهتمام، ولم يتم يعني بيع المنتجات باسعار مبالغ فيها، هذه النقطة بنهتم فيها وبنركز عليها دائما وفق سياستنا، وبنلحظ او بنتابع اذا كان في البعض بده يستغل هذه الحلقات التسويقية، لانه بندرك تماما في الكاكا في البعض عم بيحاول انه يكون هو مسيطر على عملية انتاج الاشتال وبيعها وشراء المنتج من المزارع وحتى بيعه بالاسواق الجملة، وبالتالي هذه الحلقات اللي بتصير بنحاول قدر الامكان انه ما نترك حدا يتفرد بالاسعار او يتفرد بالاسواق او المستهلك. يعني اجهزة الرقابة في وزارة الزراعة تبدا يعني في المشاتل عملها وفي الاسواق ايضا. تمام. يعني وتتابع الأسعار، يعني المنتج المحلي يجب أن يكون أقل سعرا من المنتج المستورد، أليس كذلك؟ إن كان، وبالغالب أن كثير من المنتجات وصلت فيها الجودة بمستوى متقدم قد ترتقي لمستوى المستورد، وهذا شيء يعني إحنا بنفاخر بمزارعنا اللي عنده القدرة على الإنتاج. في بعض الأصناف مثل الكاكا هي من الأصناف الجديدة، وإحنا بنسعى قدر الإمكان أن ندخلها على مناطقنا الإنتاجية بحيث أنه نغطي حاجتنا، مثل ما بتعرف إحنا هذا المنتج كنا نستورده من دول الاتحاد الأوروبي. نعم. ونسعى قدر الإمكان لدعمه بحيث أنه يصير عندنا اكتفاء ذاتي من هذا المنتج وفق جودة وأسعار مقبولة. نعم. وهل هناك برامج في وزارة الزراعة
توسيع الرقعة المزروعة ببعض الأصناف يعني مثل الكاكا؟ نعم، احنا بمجال الخضار والفواكه دائما عندنا خارطة لتنظيم الإنتاج، وبنوجه اخواننا المزارعين بالإرشاد، بالإضافة لأنه تخصيص مبالغ مالية كقروض لبعض المنتجات الزراعية حتى اللي احنا بنشعر انه في منها فائدة وعائد اقتصادي جيد للمزارع، بحيث انه نضمن انه يتم التوجه لمثل هذه المنتجات، ولدينا قوائم بالمنتجات ذات الأولوية. نعم، بشكل سريع مهندس حازم، هل توجيهاتكم ملزمة للمزارعين بالتقيد بصنف او توجيههم الى صنف اخر؟ هي ليست إلزام بطريقة الشرط، وإنما المزارع بحكم خبرته المتعاقبة معنا وبحكم الاستفادة اللي قاعد بيحققها حتى يخلص من الفوائض التسويقية اللي عنده، بالذات لما كان يزرع على سبيل المثال محصول بندورة، فدخلنا عليه بفترة من الفترات قلنا خلينا نستبدل جزء من هذه المساحات اللي تزرع بالبندورة بالبصل على سبيل المثال، أو البطاطا أو الجزر، وهلما جرى من هذه المنتجات، بحيث نضمن أنه هو يخلص من الفوائض التسويقية اللي عنده. فحصلت ثقة ما بيننا وبين المزارع، بالغالب هو متبني لآلية تنظيم الإنتاج. نعم، يعني الخلاصة مهندس حازم أنه تتوقع أن تنخفض أسعار الكاكا في السوق المحلية في الفترة القادمة، وإن لم تنخفض ستقومون بإعادة فتح باب الاستيراد، أليس كذلك؟ تماما. المهندس حازم نصمادي، مساعد الأمين العام للتسويق والجودة في وزارة الزراعة، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.